بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد خلقنا في هذا الكون لهدف معين محدد، ألا وهو عبادة الله عز وجل. بيد أن الله عز وجل لن يستفيد من عبادتنا، فلو اجتمعت الإنس والجن وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كنا جميعا إنسنا وجننا بشرنا وحيواننا وغير ذلك على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وقد خلق الله عز وجل الجنة، وخلق خلقا أسوأ منها وأشد نكاية وعذاب، ألا وهي النار، وجعل بينهما مرتبة فيها من نعيم الجنة وفيها من عذاب النار، ألا وهي الدنيا التي نعيشها الآن. وقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يبتلي الخلائق ويمتحنهم، هل يستحقوا أن يبقوا في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم تراهم يستحقون نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو وضعنا في الجنة أو وضعك أخي في النار، أكنت ترضى أن يضعك في نار جهنم دون أن يمتحنك أو يختبرك؟ لكان قلت: لماذا وضعت فلان في الجنة وأنا وضعتني في النار؟ فقد شاء عبد الله وشاءت حكمة الله أن يمتحن الخلائق، هل يستحقون سكن الجنة أم يستحقون أعاذ الله وإياكم سكن نار جهنم؟ فكان الاختبار. فامتحن الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فنجحت الملائكة في الاختبار وسجدت لآدم فبقيت في الجنة. وامتحن الله إبليس عليه لعنة الله بأن يسجد لأبينا آدم عليه السلام، لكنه أبى واستكبر وتكبر على أمر الله وعتى وتجبر، فكان مآله ومصيره أن قبع خالدا في نار جهنم. أما أبانا آدم عليه السلام فقد وقع في تلك الغلطة وتلك الجريرة وتلك المعصية حينما أكل من تلك الشجرة، فغضب الله عليه وأنزله من الجنة إلى الأرض، لكنه تاب وآب وعاد ورجع واستغفر وأناب إلى الله، فكان مصيره أن أرجعه وسيرجعه بإذن الله عز وجل إلى الجنة خالدا فيها مخلد. لكن نحن بنو آدم المساكين قد بقينا في هذه الدنيا، لن نرتقي إلى مرتبة أبينا آدم في الجنة، وبإذن الله لن نرجع إلى مرتبة أب آخر، أبي الشر إبليس عليه لعنة الله. الله عز وجل أبقانا في هذه الدنيا وأراد أن يختبرنا، هل سنرجع إلى مقام أبينا آدم عليه السلام الأول في الجنة، أم ننزل إلى مقام أسوأ من هذه الدنيا إلى نار جهنم أعاذنا الله منها؟ لذلك وضع لنا تفاحة كتفاحة آدم، هي المعاصي وهذه الدنيا التي نعيشها. فإن أردت أخي أن ترجع إلى مقام أبيك آدم في جنة عرضها السماوات والأرض، عليك أن تنجح بهذا الامتحان وهذا الاختبار الذي نجحت فيه الملائكة، عليك أن تقبل على أوامر الله، عليك أن تبتعد عن معاصي الله، فإن هذه الدنيا ثانية وإنها زائلة وإنك ستموت، إن عاجلا فآجل، ولن يبقى أحد على هذه البسيطة، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فيا ترى ما هو هذا الامتحان وما هو هذا الاختبار وما هي هذه التفاحة التي أمرنا الله بها؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أركان خمس إن أقمتها حق إقامة فإنك تكون قد أديت حق الله وأديت ما أمر الله، فيكون مصيرك بإذن الله عز وجل في جنة الخلد والنعيم. أما إن تركتها وأبيت ولم ترتضي بأمر الله عز وجل وتجبرت واستكبرت، فسيكون مقامك كمقام أبي الشر كله إبليس عليه لعنة الله تعالى. أخي إني لك ناصح أمين، قد جعل الله عز وجل هذه الفرائض عليك،
وجعلها مقياسا لإيمانك ومقياسا لقربك منه أو بعدك عنه. فإن أردت أن يكون ما بينك وبين الله عمارة فعليك ألا تقصر في أي منها. أما إن أردت أن يكون ما بينك وبينه دمارا أو بوارا أو خرابا فقصر في هذه الأركان الخمس: الشهادتين، الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الأركان الخمس هي رمز عبادة الله عز وجل. إذن من أشد وأهم وأجدى ما على الإنسان تعلمه في هذا الوقت وفي هذا العصر ما ينفع في دخول جنة الخلد والنعيم، والذي ينفعك في دخول هذه الجنة أن تتحقق من عمل هذه الأركان الخمس، ولا يمكن أن يتحقق عملك لها بشكل كامل وتام إلا إن عرفت أحكامها كما أمر الله وكما طلب الله عز وجل. لذلك قال العلماء أن معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج واجبة على كل مسلم ومسلمة فرض عين. يعني فرض عين؟ في فرق بين فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية يعني إذا قامت به بعض الأمة سقط عن الجميع، أما إن لم تقم به الأمة أو بعض الأمة فإن الأمة جميعها تأثم. مثال ذلك الصلاة على الجنازة. لو فرضنا أن إنسان مات، جاءت جماعة 10 من الناس غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، يسقط الإثم عن الأمة كلها، من علم من الأمة. أما لو أن شخصا مات ولم تصلي عليه الأمة أو بعض الأمة ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فإن كل من علم بموته من الأمة فإن الإثم يلحق، لأنه يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر. هذا معنى فرض الكفاية. فرض العين أشد. معنى فرض العين أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أبدا في كل زمان ومكان وحال عليه أن يؤدي هذا الأمر ضمن شروط وأركان معينة. إذن يجب على كل إنسان بالغ عاقل يستمع إلى هذه الإذاعة الآن، أقول له بصراحة ودون لف ودوران أنه يجب عليه وجوبا شرعيا كما تجب عليه الصلاة والصوم والزكاة والحج، يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه العبادات الخمس. لكن قالوا يجب عليه أن يتعلمها إن تلبس بها أو وقع بها. وها نحن اليوم قد أقبلنا على شهر جليل عظيم رائع كريم، هو شهر رمضان المبارك الذي تصفد فيه الشياطين والذي تكثر فيه الأجور والحسنات. فقد آن الأوان كي نتعلم أحكام فريضة عظيمة وركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصوم، ألا وهو فريضة الصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله العظيم أن تكون إذاعتنا هذه وأن يكون درسنا هذا على مر الأيام القادمة طريقا نلتمس به علما نافعا حتى يسهل الله لنا به طريقا إلى الجنة. وأنبه إخواني على أمر في غاية الأهمية. قد اعتادت كثير من البرامج عبر الأثير أو التلفاز أن تعرض الأحكام الفقهية فقط للسائل والمجيب، أو تعرضها بأسلوب سهل مبسط مختصر مقتضب. لكن هذا الأسلوب وإن كان ينفع العوام وينفع من يقع في مشاكل، فإنها لا تنفع طلبة العلم ولا تنفع من يريد أن يحقق أحكام الصوم أو أحكام الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الطهارة أو ما شابه. فإن من أراد أن يتعلم بحق أمور دينه فلا يكتفي بمجرد سؤال وجواب، بل عليه أن يبحث هذه الكتب والمسائل والأبواب والأركان الفقهية، يبحثها بحثا معمقا مطولا يجمع شتاتها ويجمع أركانها وشروطها وأحكامها، حتى يكون ممن يتعلمون دين الله ويعلمون دين الله. بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، أن نعلم الناس أحكام دينهم كما نتعلم نحن أحكام ديننا. للصوم أحكام أربعة. فقد يكون الصوم واجبا، وقد يكون الصوم مندوبا، وقد يكون الصوم مكروها، وقد يكون الصوم محرما.
ولا يكون الصوم مباحا في حال من الأحوال. يكون الصوم واجبا في 6 حالات، هي صوم رمضان، صوم القضاء، صوم الكفارة ككفارة الظهار أو كفارة القتل أو الجماع في رمضان، والحالة الرابعة الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح، فإن من يعتمر قارنا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح شاه، إن لم يستطع أن يذبحها فيصوم بدل هذا الذبح ويكون صومه واجبا. الحالة الخامسة الصوم في الاستسقاء، إذا أمر الحاكم الناس أن يخرجوا كي يصلوا صلاة الاستسقاء فيجب عليهم أن يلبوا أمر الحاكم وأن يلبوا أمر الإمام. الحالة السادسة والأخيرة صوم النذر، فمن نذر أن يصوم يوما أو أكثر فيجب عليه هذا الصوم. وقد يكون الصوم كما قلت مندوبا، وينقسم الصوم المندوب إلى 3 أقسام. والمقصود بالصوم المندوب أنك إن صمت أجرت، وإن لم تصم لا تأثم، بعكس الواجب. الواجب إذا لم تصم تأثم، وإذا صمت تقع وتأخذ الأجر. يكون الصوم مندوبا في 3 أقسام. القسم الأول صوم مندوب أي مستحب، كصوم يوم عرفة وتاسعاء وعاشوراء والحادي عشر من محرم وست من شوال، وسنفصلها بإذن الله عز وجل في دروس وحلقات قادمة. القسم الثاني ما يتكرر بتكرر الشهور، كأيام البيض 3 أيام من كل شهر، وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، والأيام السود وهي 28 و29 واليوم 30 من كل شهر عربي، وشهر الله المحرم. أصلنا مش بقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. أما القسم الثالث فهو الصوم المندوب الذي يتكرر بتكرر الأسابيع كصوم الاثنين. الحالة الثالثة أو الحكم الثالث للصوم أن يكون مكروها، ويكون الصوم مكروها في حالات معينة، منها إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو صوم الدهر لمن خاف الضرر أو فوات حق مندوب، وسنفصل بإذن الله عز وجل الصوم المكروه في حينه. يبقى عندنا القسم الرابع والأخير وهو الصوم الحرام، نذكره على سبيل الإجمال وسنفصله بإذن الله عز وجل في دروس وحلقات قادمة. يكون الصوم حراما مع الصحة إن صامت المرأة وزوجها غير راض عن صومها، أي إن أرادت أن تصوم ندب لله مش صوم واجب يوم اثنين أو خميس أو ما شابه، وزوجها لم يرضى عنها أن تصوم فيحرم عليها أن تصوم. لكن لو عانت زوجها وصامت يكون صومها صحيح، لكنها آثمة بصومها، ويكون حراما مع عدم الصحة في 5 صور. إيه يعني حرام مع عدم الصحة؟ يعني يحرم عليه صوم، ولو صامه بيكون صومه باطل. إيش الحالات؟ اليوم الأول صوم يوم عيد الفطر، اليوم الثاني صوم يوم عيد الأضحى، الثالث صوم أيام التشريق 3، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأخير هو صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان. إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادتهم أن الهلال قد رؤي، كان يشهد صبي صغير أنه رأى الهلال، فعندها يكون هذا يوم الشك. هذه أقسام الصوم وأحكامه على سبيل الإجمال، فسنأتي عليها بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة على سبيل التفصيل بإذن الله عز وجل، مبينين أحكامها كل على حدة بوجه من التفصيل والبيان. عسى أن يرزقنا الله عز وجل الفقه بالدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.